جولة على المشهد الاقتصادي مع زميلة رنا عبود. مساء الخير رنا. مساء النور سمر. يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم عملنا خضة بهاليومين الماضيين وفي علامات استفهام انطرحت على صيرفة وغيرها من الأمور، كل التفاصيل معي. طبعا تفضلي. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أنه بناء للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف ما زال العمل على منصة صيرفة مستمرا كالمعتاد على نفس القواعد المعتمدة من قبل مصرف لبنان منذ آذار 2023، وأن كل الأخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة. وأشار إلى أن مصرف لبنان مستمر بنفس السياسة بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية. ومباشرة بعد بيان المركزي بدأ الدولار بالهبوط بعد استقرار دام لفترة طويلة. خسرت الليرة اللبنانية حوالي 5% من قيمتها بشكل مفاجئ يوم أمس، وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعا كبيرا في السوق السوداء. فما الذي سبب هذا الارتفاع؟ امبارح اللي صار مثل عملية هز عصا، بما انه ممنوع المس بمنصة صيرفة، اي مس بمنصة صيرفة او محاولة زعزعة الاسس التي قامت على اساسها، سيؤدي هذا الامر الى انفلات سعر الصرف في السوق الموازي او ما يعرف بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. يعني هزة العصا امبارح كانت لنواب الحاكم برسالة من الحاكم والمضاربين والمستفيدين من منصة صيرفة، ممنوع المس بمنصة صيرفة، بدها تبقى مثل ما هي عم تمشي عليه حتى بعد مغادرة رياض سلامة الحاكمية. في المقابل هناك مخاوف جدية على أموال المودعين مع نهاية تموز، موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان. فما مصير هذه الأموال وهل هناك من نية للتصرف بما تبقى منها؟ امبارحة سعر الصرف طلع بشكل جنوني. طلعنا فتشنا، طلع مصرف لبنان طابع تقريبا 20% من الكتلة النقدية بظرف جمعة أول هالشهر. بس في عنا صيرفة بتخفف من الانحدار تبع سعر الصرف، بس ما بتوقفه، بس كل يوم لتخفف انحدار سعر الصرف صيرفة بتخسر بنك المركزي تقريبا 10 مليون دولار. من وين هالمصريات؟ من أموال المودعين أكيد. اليوم إذا بنحسب تقريبا قدي عم تخسر صيرفة كل شهر، تقريبا من 300 و350 مليون دولار. مصرف المركزي ما عنده مدخول بالدولار، منين عم يشيلهم؟ يا من أول المودعين، يا عم يشتري من السوق عم بدهور الليرة. دونك عنده حلين، يا بدهور الليرة يا بياخد أموال المودعين. هيدا خطأ من الحالتين. لازم مصرف لبنان يعمل خطة نقدية صارمة متجانسة مع خطة ضرائبية ومالية مع الدولة اللبنانية لتخفيض عجز ميزان المدفوعات ولتخفيض عجز موازنة الدولة. وفي حال توقف صيرفة، من المتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى المليون ليرة خلال شهرين. ما تداعيات هذا الإجراء على المواطنين؟ توقف منصة صيرفة أو التزاكي بموضوع بوقف تدخل مصرف لبنان من خلال هذه المنصة، شو بيعني عمليا؟ بيعني وقف ضخ الدولار للقطاع العام ولا التجار ولا الاقتصاد، وهذا الشيء رح يؤدي إلى طلب هائل على الدولار بالسوق وارتفاع سعره بشكل خيالي. بس تنذكر أنه مصرف لبنان عم بيضخ شهريا بحدود المليار دولار، أي 12 مليار دولار بالسنة من خلال هالمنصة بلا ما ينقص الاحتياطي ولا دولار. تخيلوا لما السوق ينقصوا 12 مليار دولار سنويا ويصيروا بدون يحصلوه عبر السوق السوداء، بحد أدنى يعني خلال شهرين لثلاثة أشهر رح يوصل الدولار عمول إلى يمكن مليون ويمكن أكثر، لما بيصير في هيدا النقص بالسيولة بالعملات الأجنبية بقلب السوق. مشان هيك يجب أن نعي أهمية منصة صيرفة يلي صار فيها كل الداتا بعمليات البيع والشراء، وأيضا أن نعي أهمية تدخل مصرف لبنان وتحديدا يلي عم بيعمل رياض سلامي. ودوليا، أعلن وزير الطاقة الإيراني أن هناك مخططا للربط الكهربائي مع روسيا عبر مساري أذربيجان وأرمينيا. وكان مجلس الوزراء الروسي أعلن في تشرين الثاني الماضي أن روسيا تناقش مع إيران بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الإيرانية. وذكر المجلس أنه يجري مناقشة مشاركة الشركات الروسية في مشاريع بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في إيران على أساس التسليم الكامل بطاقة إجمالية مركبة لا تقل عن 100 ميجاوات.